فوضناكم وبقيتوا جهتنا المسؤولة، عافرتوا ودافرتوا المجلس جوا القاعات المقفولة، وغدر العسكر مروا اثنين والتعقيدات زادت أكتر، ومشيتوا تفتشوا الحلولة والشارع فار، وأخذتوا قرار وقعتوا عليه وما مرد شديد، لكن آراءكم مقبولة فإنتوا التفويض، ومعاكم لسه أملنا عريض في يوم باكر في سلطة حتصبح مدنية وخالع ساكر، ما الكلمة الأولى الشرعية هي للثوار، للشعب القابض فوق النار، للناس المرقت كمية بتهتف حرية وحرية وتمشي المشوار، لما ينتم ما بنتكمم ما بنسكت عن أنهار الدم، ماشيين قدام عيوننا على كل من أجرم، حنلف بالدور في الأول حنحاسب برهان، تانيكم كضباش السجمان، تالتكم ياسر والرابع جاينك يوم يا ود حمدان، يلباني عشان إنك تحكم باسم الناس، وقعنا معاك لكن بيناتنا قصاص وقصاص، أقعد في المجلس كم ساعة وتذكر بس كلنا عارفينها أفعالك، كلنا عارفين كل العمال والفلاحين والطلبة اللي بيهتفوا والباعة بالزول الذات وبمد الإيد ويصافح فيك جوا القاعة، كلنا عارفين خابرينك زين، شايفين الموت والفعل الشين، حالفين مهما طال المشوار لازم للشهداء نرد الدين.